بصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع منتخب مصر الاول لكره القدم بقياده البرتغالي فيتوريا اللي واصلوا تدريباتهم باستاد مصر بمدينه مصر الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، وده استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه 2024 واللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار. شارك في المران 26 لاعب باستثناء محمد صلاح اللي انضم للمعسكر بعد التدريب. كمان أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه. فريق الإسماعيلي حقق الفوز على فريق بور فؤاد بنتيجة 2-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية في إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة. كمان فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز استأنف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية واللي حصل عليها اللعيبة عقب العودة من الإمارات بعد خوض منافسات بطولة السوبر المحلي، وخضع اللعيبة لقياسات أوزان مع بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل خوض التدريبات واللي كانت بدنية أكتر لتعويض فترة الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة. فريق مودرن فيوتشر عاد للتدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورمونينسي بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب الهولندي بنتيجة 30-28 في أولى مواجهات الدوري الذهبي المقام بالدنمارك بمشاركة الفراعنة، وده في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري. ونروح للدوري الإسباني وفريق برشلونة اللي فاز على فريق لاس بالماس بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني. بالنتيجة دي أصبح برشلونة في المركز الثالث وبرصيد 41 نقطة، ورصيد لاس بالماس عند 26 نقطة في المركز الثامن. نادي إشبيلية خسر أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة في الموسم الحالي. بالنتيجة دي ارتقى أتلتيك بلباو للمركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، ووقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز 16. الياباني واتارو إندو حصد على جائزة أفضل لاعب في ليفربول الإنجليزي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 بعد المستويات اللي قدمها مع ليفر في مختلف المسابقات. نادي توتنهام هوتسبير أعلن بشكل رسمي امبارح عودة لاعبه الإسباني سيرجيو ريجولون بعد نهاية فترة إعارته لفريق مانشستر يونايتد. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي توج بجائزة مارادونا واللي بتمنح من جوائز جلوب سكور بالسنوية بمناسبة تصدره هدافي العام في العالم في سنة 2023، وتسلم رونالدو الجائزة دي في حفل جلوب سكور اللي بتقام في الإمارات النهارده.